أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية للنساء استغلال شهر رمضان؟ تكملة للجواب القريب هذا، أنا أرى أنه واجب على خطباء الجوامع أنهم يحذرون المسلمين من هذه المسلسلات وهذه التمثيليات في نهار رمضان، يعينونها بالذات التمثيلية الفلانية، المسرحية الفلانية، لأن بعض الناس يقول هذا بعض التمثيليات إنها جادة وفيها كذا وفيها كذا، فحذروهم من هذه، قولوا حتى ولو كانت جادة فرمضان أشرف من التمثيليات ويضيع عليكم الوقت، كيف إذا كانت هابطة؟ والغالب إنها هابطة، تمثيليات هابطة، فعلى أئمة خطباء المساجد أن يذكروا الناس في هذا الأمر وأن يحذروهم من هذه المسلسلات وهذه البرامج التي يتسلطون فيها في شهر رمضان، يعدونها مدة قبل رمضان، لأن الشيطان جندهم بهذا الأمر، وزاد الأمر شراً وفظاظة هذه الفضائيات الحادثة التي حدثت وهذا الإنترنت الذي حدث. فعلى خطباء المساجد واجب عظيم إنهم يحذرون الناس من هذه الأمور. أما ما ينبغي للمرأة في شهر رمضان أن تتقي الله في شهر رمضان وفي غيره، لكن في شهر رمضان لأنها تخرج إلى المساجد عليها أن تخرج متسترة، عليها أن تخرج غير متجملة، عليها أن لا تتطيب عند الخروج، عليها أن لا تخالط الرجال في الطرقات أو في الأمكنة أو على الأبواب، عليها أن تتحفظ في نفسها لأنها خرجت للعبادة، فلا يكون همها الزينة والتبرج والطيب والمباهات والنظر، جاءت فلانة بكذا، راحت فلانة بكذا، فعليها أن تتجنب هذه الأمور وتنشغل بالعبادة وبتقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، يعني غير متجملات، غير متطيبات، غير متبرجات. نعم.